تقريبا كام سنه؟ 12 مثلا. قولي لي اول مره عملت فيها حادثه بقى واتكلمتي بيه وبتعيطي له. كنت ست سنين وكنت في زحمه جدا، كنا في المهندسين وزحمه جدا. بوبي سيئة نزل ست سنين في مش سيئه المهندسين. انا بوبي نزل راح يجيب حاجه من السوبر ماركت بسرعه وقفل عليا وقال لي لو في اي حاجه قولي لي وبتاع وما تقلقيش انا هديها بقى عندك. ففي حد عايز يخرج فانا بقى مش عارفه حسيت نفسي كبيره ولا ايه، فقررت ادوس بقى بنزين على الفرامل. ما اعرفش انا دوست على ايه بس تعرفيش تسوقي اصلا ولا الهوا. خمس ست سنين يعني، فدي كانت كارثه انا عملتها. يعني وايه اللي حصل بعد ما سوقتي؟ دخلتي اكيد في اللي قدامك في اللي ورايا تقريبا، مش عارفه اللي حصل. العربيه اتحركت يعني، المهم بوبي جه بيجري بقى، كانت قصه مش فاكره ايه اللي حصل بس تقريبا تعقبت الوقت ده. تعقبت. اكبر مصيبه عملتيها في حياتك وانت طفله؟ وانت رميت محبس مامي وخاتمه الالماس من الشباك من دور ال20. فعلا؟ كنت سنتين تقريبا حاجه. وجابوه؟ والله ما فاكره، بيسالي انا ما اعرفش. لو ما جابتوش هتمسكك بعد الحلقه. تقريبا جابته، والله ما فاكره، مش فاكره. عمرك بتداري على باباكي؟ طبعا. طب قولي لي ايه اول حاجه باباكي قالها لك لما احمد جه تقدم لك وحس انك بقى هتتجوزي؟ كان غيران؟ طبعا. ايوه طبعا، هو هيقول لا بس انا عارفه. لا طبعا كان غيران. طيب هنادي تحب السرير اكتر ولا خروجه حلوه سهره بالليل؟ سرير طبعا. فعلا؟ بتنامي كتير؟ مش بنام كتير بس بحب قعده البيت. بقيت اهو بعد الجواز مثلا، دي حاجه جديده، بقيت بحب قعده البيت قوي. احمد بيتدخل شويه في لبس هنادي ولا عادي؟ لا عادي، بروح اساله مثلا ده لايق على ده في ايه، مش عارف ليه حطيتي ده على ده مش كده اللي هو بس. ما في زي راجل شيء لا ما تلبسيش ده النهارده. لا ما عندناش قوي الحته دي برضه. واخده حريتك شويه في القصه مش دي. حريتي انا اصلا من نوع الناس ما بحبش البس حاجات ما تلقش على الكوميونتي بتاعتنا عامه يعني. ما عندناش الصراع ده يعني. انا من نفسي من قبل ما اتجوز، ايام قبل ما انا واحمد نتجوز، انا بحب نوع لبس معين. اكتر واحده بتحبيها من فنانات بنات جيلك؟ ميان السيد. اكتر حد كيوت وبيور قوي بجد، قلبها ابيض ابيض. شيز بيور، شيز ا بيبي، بعشقها يعني. شيز ا ليدي وكبيره وناضجه وعاقله، وات ذا سيم تايم عندها طفوله بيبي كده تخليها تبين قد ايه قلبها ابيض، فبحبها قوي. عمر حد رخم عليكي تنمر عليكي في يوم من الايام؟ طبعا. مين ما تنمرش علينا بجد؟ وبتردي ازاي؟ بصي بعد ما يعني دلوقتي ما بردش على حد خالص، فاهمه؟ عشان بياخدوها بطريقه مختلفه. بس زمان كانت شخصيتي لا زمان كنت يعني عندي باور كده رهيب. كنت متعفرطه يعني، اللي هو بتعصب بسرعه.